يوم 21 جانفي 2011 أسبوع بعد ما هرب المخلوع وقت اللي هربتوا الأمنيين في شارع حبيب بورقيبة باش يقولوا لإطارات وزارة الداخلية ديجاجي عصابة القماش. وأنا كنت لحسن الحظ كنت منهم من الإطارات القليلة اللي مشات لشارع حبيب بورقيبة باش تعيط لعصابة القماش ديجاج لأنه العوان أعوان أعوان ضد إطارات؟ أعوان ضد إطارات وإطارات ضد إطارات لأنه احنا نعرف إذا سمحني تولى هنا بالحق مشكلة كبيرة يعني أنت هنا هزيتنا إلى تطهير ولو الكلمة هذه أصبحت غير مستساغة ربما برشا إلى تطهير المؤسسة الأمنية. رجعنا شوية اللفظ ربما غاب في المدة الأخرانية في المعجم السياسي في تونس لكن رجعنا إلى تطهير يعني لهنا إذا كان أنت الملفات نتاع البوليس السياسي نتاع المدنيين اللي كانوا يقودوا ما خرجتش من إعلاميين ومن مؤسسات أخرى فما بالك المؤسسة الأمنية في حد ذاتها اللي بيرها غارق كيفاش مش تعرف نظيف من اللي مش نظيف يعني هذا زاد كذلك تعقيدات كبيرة يعني. ما احنا نعرف بعضنا راه هذاك علاش احنا في فرحات الراجحي وقت يخرج أحال على تقاعد 42 إطار أمني وبعدها هي تمت إحالة أكثر الكل في كل أكثر من 105 إطار أمني. أنا نحكي على 42 اللي خرجهم سي فرحات الراجحي ثم 70% كان عنده الحق أنه باش يخرجهم، لكن ثم 30% ظلمهم ظلم كبير. 30% هذوك حتى النقابة ما تكلمت عليهم إلى غاية أبريل 2013. علاش؟ وين تفكروهم؟ علاش مهم علاش؟ علاش؟ لأنه عملية فرحات الراجحي وقت اللي صار صار هروب المخلوع وجاء فرحات الراجحي كان ثم لوبي حب يستولى على وزارة الداخلية. اللوبي اللي سوا ديزون تظلم في عهد بن علي. اللوبي اللي تابع كمال الطيف واللي تظلم بالفعل هو في عهد بن علي. فهمت؟ وقت اللي ما صار خصام ما بين بن علي وما بين كمال الطيف حسب الشائع على الاقل نعم. لا هو هذاك بالفعل. كمال الطيف كان عنده لوبي خلاه وكان ولا معناه خلايا نائمه نعم في وزارة الداخلية. قامت خلايا نائمه بعد الثورة. قامت خلايا نائمه بعد الثورة ولات هي شرفة. وهما معناها اللي ظلموا وهما اللي معناها تم انتهاكهم واعتداوا عليهم وقت هما كانوا جلادين في عهد كمال طيف وفي عهد في الزمن الاول في الزمن الاول في التسعينات حتى السنوات الاولى نتاع 2000 نعم فهمت كانوا جلادين ومن بعد خذوا مناصب ولا مديرين عامين مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه وكانت الجهويه واضحه معناها يعني الستة شهور الأولانيين تشوف الإدارة وزارة الداخلية لما أدعو قط إلى الجهوية وعمري ما كنت جهوي وعمري ما نحب الجهوية بل أقاومها أينما كانت وما عنديش حتى مشكلة مع أي جهة وأنا باش نتكلم على اللوبي كمال الطيف في وزارة الداخلية لوبي كمال الطيف بالله من غير ما تسمي الجهة برب ما نسميش حتى الجهة. يعني باش ما نحبوا نجمعوا نحبوا نجمعوا انا نصفي من الجهه هذيك راه تفضل دونك من غير ما نسمي الجهه 80% من الكوادر الامنيه اللي تحطت على راس الادارات العامه من وزير الداخليه من المدير العام للامن الوطني من المدير العام امن الحرس من المدير العام للحمايه المدنيه على بكرة ابيها المدير العام للامن العمومي المدير العام للمصالح المشتركه المدير العام لوحدة التدخل أيه. المدير العام ابن الرئيس وانت ماشي كلهم من نفس الجهه كلهم من نفس الجهه انا هذا شنو اللي خليني نقول في اي فتره هذا في فتره الحبيب الصيد فرحات الراجحي والحبيب الصيد نعم زاد الدعم في فتره الحبيب الصيد نعم فهمت دونك هذا الكل خلى انه تم من بعد عمليه استقطاب وعملية تغيير للمسار النقابي الصحيح لأنه النقابة بدأت نهار 21 جانفي وخرجت من برشا إدارات بدأت بمطالب حقيقية وشرعية وسوية كذلك وسوية أنا من إدارتي إدارة الدراسات وتطوير الكفايات من الكرم خرجت دي بونكارت وخرجنا معناها بوندرول مكتوبين وأنا سمحت نهار 21 جانفي نطالبوا بنقابة نعم النقابة هذه بدأت تتكون أنا خرجت نهار 1 فيفري نعم ولكن بعد قعدت نتبع بدأت تتكون وحسيت اللي بدأت تتكون من بعض الشرفاء لكن زاد ثم حاجة عملها فرحات الراجحي اللي هي ضد العمل الأمني اللي كونه رجع 3000 عون معزول
في الاعوان المعزولين اكيد فيهم برشا ظلموا، لكن زاد اكيد فيهم برشا مجرمين ونقولها مجرمين. نعم. احتلوا النقابات واحتلوا العمل النقابي، العائدون العائدون انخرطوا في العمل النقابي. ووقتها بدا العمل النقابي بدا تظهر برشا فسيفساء. الفسيفساء هذه للاسف فيها عديد من النقابيين اللي مش فاسدين فقط، انما ارتماوا في احضان الفاسدين ورماوا بهم الفاسدين باش يحتلوا بهم وزاره الداخليه فيما بعد. اطراف من خارج وزاره الداخليه؟ لا، من وسط وزاره الداخليه، لكن بإعاز من رجال اعمال فاسدين البر ومعروفين رجال الاعمال هذوما. اي، وما زالت نفس الحاله الى حد الان؟ بكل صراحه، انا انتجتك، انا كونتك وانا دعمتك. دونك باش تقعد مدين مدين تبقى مدين مغروس غادي مغروس للاسف. نعم. تحديد الدوله واجب، دعم الشرعيه واجب، دوله وطنيه واجب.